بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب صحيح الترغيب والترهيب للإمام المنذر رحمه الله تعالى. قال: فصل في سوق الجنة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فتقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: يقول أهل الجنة: انطلقوا إلى السوق، فينطلقون إلى كثبان المسك، فإذا رجعوا إلى أزواجهم قالوا: إنا لنجد لكن ريحا لكن إن لنجد لكن ريحا كما إنا لنجد لكن ريحا ما كانت لكن. قال: فيقولن: وأنتم لقد رجعتم بريح ما كانت لكم إذ خرجتم من عندنا. رواه ابن أبي الدنيا موقوفا. وعنه رضي الله عنه أنه قال: إن في الجنة لسوقا كثبان مسك يخرجون إليها ويجتمعون إليها فيبعث الله ريحا فيدخلها بيوتهم فيقول لهم أهلوهم: إذا رجعوا إليهم قد ازددتم حسنا بعدنا. فيقولون لأهليهم: قد ازددتم أيضا حسنا بعدنا. رواه ابن أبي الدنيا موقوفا. فصل في تزاورهم ومراكبهم. وعن عبد الرحمن بن ساعدة رضي الله عنه أنه قال: كنت أحب الخيل، فقلت: يا رسول الله، هل في الجنة خيل؟ فقال: إن أدخلك الله الجنة يا عبد الرحمن كان لك فيها فرس من ياقوت له جناحان يطير بك حيث شئت. رواه الطبراني. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل في الجنة من خيل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أدخلك الجنة فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء يطير بك في الجنة حيث شئت إلا كان. قال: وسأله رجل فقال: يا رسول الله، هل في الجنة من إبل؟ قال: فلم يقل له ما قال لصاحبه. قال: إن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. رواه الترمذي. وروي عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، إني أحب الخيل، أفي الجنة خيل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دخلت الجنة أتيت بفرس من ياقوتة له جناحان فحملت عليه ثم طار بك حيث شئت. رواه الترمذي. فصل في نظر أهل الجنة إلى ربهم تبارك وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن أناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. فذكر الحديث بطوله. رواه البخاري ومسلم. وعن صهيب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة
يقول الله عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اللهم نسألك من فضلك. الحديث رواه مسلم والترمذي. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمن، وجنتان من فضة آنيتهما، وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتها وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن. رواه البخاري واللفظ له. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام وفي يده مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء، فقلت: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا، ولقومك من بعدك تكون أنت الأول، وتكون اليهود والنصارى من بعدك. قال: ما لنا فيها؟ قال: فيها خير لكم، فيها ساعة من دعا ربه فيها بخير هو له قسم إلا أعطاه إياه، أو ليس له بقسم إلا ادخر له ما هو أعظم منه، أو تعوذ فيها من شر هو عليه مكتوب إلا أعاذه، أو ليس عليه مكتوب إلا أعاذه من أعظم منه. قلت: ما هذه النكتة السوداء فيها؟ قال: هذه الساعة تقوم يوم الجمعة، وهو سيد الأيام عندنا، ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد. قال: قلت: لما تدعونه يوم المزيد؟ قال: إن ربك عز وجل اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، وجاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب، فيتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى حتى ينظر إلى وجهه، وهو يقول: أنا الذي صدقتكم وعدي، وأتممت عليكم نعمتي، هذا محل كرامتي، فسألوني فيسألونه الرضا، فيقول عز وجل: رضائي أحل لكم داري، وأنا لكم كرامتي. أحلكم داري، يعني أنزلكم فيها، تحلون فيها. أحسن الله عليكم. قال: فيقول عز وجل: رضائي أحلكم داري، وأنا لكم كرامتي، فسألوني فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى مقدار منصرف الناس يوم الجمعة. ثم يصعد الرب تبارك وتعالى على كرسيه، فيصعد معه الشهداء والصديقون. أحسبه، قال، ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم ذرة بيضاء. أحسبه، قال، ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم ذرة بيضاء. ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم ذرة بيضاء. ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم ذرة بيضاء، لا فصم فيها ولا وصم، أو ياقوتة
أو ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء منها. زبرجدة. جزاكم الله خيرا. أو زبرجدة خضراء منها غرفها وأبوابها، مطردة فيها أنهارها، متدلية فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا فيه كرامة، وليزدادوا فيه نظرا إلى وجهه تبارك وتعالى، ولذلك دعي يوم المزيد. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الأوسط بإسنادين، أحدهما جيد قوي وأبو يعلى مختصرا، ورواته رواة الصحيح والبزار واللفظ له. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل؟ فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. رواه البخاري ومسلم. فصل في أن أعلى ما يخطر على البال أو يجوزه العقل من حسن الصفات المتقدمة في فالجنة وأهلها فوق ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم ثم تلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. رواه البخاري ومسلم. وعن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أنه قال: شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ هاتين الآيتين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اللهم نسألك الفضل. الحديث رواه مسلم. وعن داود بن عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرف له ما بين خوافق السماوات والأرض، ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. رواه ابن أبي الدنيا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رواه الطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيد سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ومثلها معها، ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا ومثلها معها، ولنصيف امرأة من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها. قلت: يا أبا هريرة، من نصيف؟ قال: الخمار. رواه أحمد بإسناد جيد والبخاري ولفظه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس، وقال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. رواه الترمذي وصححه لفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، واقرؤوا إن شئتم ثم تلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رواه الطبراني في الأوسط مختصرا بإسناد رواته رواة الصحيح ولفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لموضع سوط في الجنة خير مما بين السماء والأرض. رواه ابن حبان في صحيحه ولفظه. قال
غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة اطلعت إلى الأرض من نساء أهل الجنة لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدمه في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها يعني خمارها خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري ومسلم والترمذي وصححه واللفظ له. وقد رواه البزار مختصرا بإسناد حسن قال: موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء. رواه البيهقي. فصل في خلود أهل الجنة فيها وأهل النار فيها وما جاء في ذبح الموت. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فلما قدم عليهم قال: يا أيها الناس، إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، يخبركم أن المرد إلى الله إلى الجنة أو نار، إلى جنة أو نار، خلود بلا موت وإقامة بلا ظعن. رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد، إلا أن فيه انقطاع. وتقدم فصل حديث أبي هريرة في بناء الجنة، وفيه من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد لا يموت لا تبلى ثيابه. هنا نقول في مسألة ذبح الموت، هذا لا يكون إلا بعد استقرار أهل الجنة في الجنة واستقرار أهل النار في جهنم، ويقتضي هذا أنه لا يكون الذبح قبل خروج الموحدين من نار جهنم. أرأيتم هذه اللطيفة؟ لأن في هناك موحدون موجودون في النار على ما اقترفوا من الذنوب، الله عافنا وإياكم، فهؤلاء سيخرجون ويدخلون الجنة، لأن الخطاب هنا لأهل الجنة وأهل النار، ولا يصح نسبة الموحدين للنار وهم سيخرجون إيش منها. ولذلك هنا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي الكبش الأملح اللي هو أبيض فاسود يعني، فينادي منادي لأهل الجنة فيشرئبون وينظرون، يعني يرتفعون كده بوجوههم ينظرون، يقولون: تعرفون هذا؟ يقول: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، كل اللي في الجنة رأوا. وتعرفون المسلمين في الجنة ثلثي الجنة 80 صف، والله عن عرض السماوات والأرض. ينادي أهل النار: يا أهل النار شرائبون ينظرون، تعرفون هذا؟ يقول لك: أيوة، هذا الموت، وكلهم قد رأى. فيذبح، فيقال: يا أهل الموت، يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. حتى يقال سبحان الله: لو لم يذبح الموت لمات أهل الجنة من جمال ما يرون في الجنة، ولمات أهل النار من شدة ما يرون في النار، سبحان الله. فلذلك ذبح الموت ليخلد أهل الجنة في الجنة والنعيم، ويخلد أهل النار في النار والجحيم، عافانا الله وإياكم. وفي رواية ابن عمر في الصحيحين: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، جاء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم، سبحان الله. الله يعافينا وإياكم من مثل هذا. طبعا يأتي بعض الملاحدة
ويبدأوا يتكلمون في مثل هذه الأحاديث إلى غير ذلك، ولا ينظر إلى كلامهم ولا يهتم به. وقد رد عليهم ابن القيم في أحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، قال: وهذا الكبش والاضجاع والذبح ومعاينة الفريقين حقيقة لا خيال ولا تمثيل، كما أخطأ فيه بعض الناس خطأ قبيحا وقالوا الموت عرض، والعرض لا يتجسم فضلا عن أن يذبح، وهذا لا يصح، فإن الله سبحانه ينشئ من الموت صورة كبش يذبح، كما ينشئ من الأعمال صورا معينة يثاب بها ويعاقب، والله تعالى ينشئ من الأعراض أجساما تكون الأعراض مادة لها، وينشئ من الأجسام أعراضا، وينشئ من الأعراض أعراضا، ومن الأجسام أجساما، هذه قسمة رباعية. فكل شيء مقدور لله عز وجل، ولا يستلزم جمعا بين النقيضين ولا شيء من المحال، ولا حاجة إلى تكلف من قال إن الذبح لملك الموت، فهذا كله من الاستدراك الفاسد على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والتأويل الباطل الذي لا يجيبه عقل ولا نقل، وسببه قلة الفهم لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو فهم الملاحدة معنى القدير وأن الله على كل شيء قدير ما دخلوا في مثل هذه الترهات أيها الكرام الفضلاء. والله على كل شيء قدير. نعم. جزاكم الله خير. قال: وحديث ابن عمر رضي الله عنه أيضا بمثله، وعن أبي سعيد رضي الله عنه. لا، عنهما صحابي وأبو صحابة الله يرضى عنهم أجمعين، رضي الله عنهما. جزاكم الله خير. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا بمثله، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. ذلك قول الله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون فيقولون: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رأوه. ثم ينادي مناد: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رأوه. فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقول: يا أهل الجنة. ونودوا أن تلكم، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. رواه مسلم. كيف كذا؟ نعم شيخ. يلا تفضل. هذه في الزخرف: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. يا تفضل. نعم، كمل. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون. أملح يعني أبيض فأسود.
جزاكم الله خيرا. فينادي مناد: يا أهل الجنة! فيشرئبون ينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رأوه. ثم ينادي مناد: يا أهل النار! فيشرئبون ينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رأوه. فيذبح بين الجنة والنار. ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وأشار بيده إلى الدنيا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بموت يوم القيامة فيوقف على الصراط، فيقال: يا أهل الجنة! فيطلعون خائفين واجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه. ثم يقال: يا أهل النار! فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه. فيقال: هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم، هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح على الصراط. يا مشعل صوتك ذهب. يا مشعل. نعم يا شيخ، النت عندي ضعيف، من وين انقطع؟ فيؤتى فيذبح على الصراط. ابشر، جزاك الله خير. قال في الحديث: هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح على الصراط. ثم يقال للفريقين: كلاهما خلود، فيما تجدون لا موت فيها أبدا. رواه ابن ماجه. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار. ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربنا. قال: فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم ربنا، هذا الموت. ثم ينادي مناد: يا أهل النار! فيقولون: لبيك ربنا. قال: فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم ربنا، هذا الموت. فيذبح كما تذبح الشاة، فيأمن هؤلاء وينقطع رجاء هؤلاء. رواه أبو يعلى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. نعوذ بالله من النار، وإلى أصحاب النار. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة، ويدخل أهل النار النار. ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، كل خالد فيما هو فيه. رواه البخاري ومسلم. ولنختم الكتاب بما ختم به البخاري رحمه الله كتابه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال الحافظ زكي الدين. كمل. قال الحافظ زكي الدين: عبد العظيم مملي هذا الكتاب رضي الله عنه، وقد تم ما أرادنا الله به من هذا الإملاء المبارك. ونستغفر الله سبحانه بما زل به اللسان، أو داخله ذهول، أو غلب عليه نسيان. فإن كل مصنف مع التؤدة والتأني ومعاني النظر وطول التفكر قل أن ينفك عن شيء من ذلك، فكيف بالمملي مع ضيق وقته وترادف همومه واشتغال باله وغربة وطنه وغيبة كتبه. وقد اتفق إملاء عدة من أبواب في أماكن كان الأليق بها أن تذكر في غيرها، وسبب ذلك عدم استحضارها في تلك الأماكن وتذكرها في غيرها، فأمليناه حسب ما اتفق. وقدمنا فهرست الأبواب أول الكتاب لأجل ذلك. وكذلك تقدم في هذا الإملاء حديث كثيرة جدا صحاح، وعلى شرط الشيخين أو أحدهما، وحسان لم ننبه على كثير من ذلك، بل قلت غالبا إسناده جيد، أو رواته ثقات أو رواته الصحيح أو نحو ذلك، وإنما
منع من النص على ذلك تجويز وجود علة لا تحضرني مع الإملاء. وكذلك تقدم أحاديث كثيرة غريبة وشاذة متنا وإسنادا لم أتعرض لذكر غرابتها وشذوذها، والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به، إنه ذو الطول الواسع والفضل العظيم. انتهى بفضل الله ومنه كتاب صحيح الترغيب والترهيب والتعليق عليه سائل المولى سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحسن ختامي وختام ذريتي وأقاربي وأحبابي حيثما كانوا، وأن يدخلنا جميعا الجنة بسلام مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. انتهى. الحمد لله. هذا الكتاب متى بدأنا فيه والدنا الكتاب هذا؟ الله موجود في النسخة الأولانية يا شيخ. نعم. ستين وأرسل لكم إن شاء الله. طيب الحمد لله على. المجلد الثالث. جزاكم الله خير. الحمد لله انتهى. وعديل الضعف مش كده؟ لا لا الكتاب انتهى تماما الحمد لله. 28 كتاب الحمد لله بدأناها من أول كتاب إلى كتاب وصف الجنة. على قرابة 3775 حديثا بحمد الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. ثلاث مجلدات في الصحيح ومجلدان في الضعيف بتحقيق الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. 28 كتابا رعاكم الله رواية ودراية، والحمد لله عز وجل الذي وفق لذلك. بدأناه من أول كتاب الإخلاص إلى الكتاب 28 وهو كتاب الجنة. الله يبلغنا وإياكم اللي هو كتاب صفة الجنة. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، وعلى ما يتيسر إن شاء الله ننظر ما هو الكتاب الذي سنجعله. لكن أنا أريد كنت تنوع على حديث إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة. هنا أيها الكرام الفضلاء بالنسبة لهذا الحديث الذي يصف النبي عليه الصلاة والسلام نعيم الجنة وصفات أهلها، لما قال إن في الجنة لسوقا لا يتبادر إلى الذهن، طيب إحنا إنما نقول نحن ذاهبون إلى السوق، ما الذي يتبادر إلى الذهن يا شباب؟ ان في عندنا نواقص في البيت صح يا مشايخ؟ نحن عندنا نواقص في البيت لذلك نذهب الى السوق لكي ناتي بهذه النواقص. طب هل في الجنه في نواقص؟ لا لا، لكن هذا مجتمع يجتمعون فيه تلذذا كما يجتمعون للسوق في الدنيا، سمي بذلك لأن الناس فيه قيام على سوقهم، عرفتم؟ ليس سوق من باب أن في نقص عندهم ذاهبون لتمامه، لا، كل شيء موجود أو أنهم يحتاجوا إلى شرائه، لكن لا، هذا سوق لأنهم يعني للذة وللمشتهيات المستلذات التي تجتمع هناك مرتبة محسنة، حتى إذا جاء أهل الجنة فرأوها فمن اشتهى شيئا وصل إليه من غير مبايعة ولا معاوضة، ما في بيع وشراء في الجنة ولا شيء، كلها لذة. كل جمعة يعني كل أسبوع، وإلا ما في أيام في الجنة أيها الكرام الفضلاء. الأيام في الجنة تقديرية، ليس هناك لا ليل ولا نهار، إنما هي أنوار متلئة لا ظلمة معها. خص يوم الجمعة لأن لفضيلة يوم الجمعة يوم المزيد. طيب قال في تلك السوق تهب عليهم ريح الشمال، ليش قال ريح الشمال؟ لأنها الريح التي تأتي بالغيث عند العرب تهب من جهة الشام من الشمال،
وبها يأتي السحاب المحمل بالغيث ويسموها السحابة الشامية، فهي من أحسن الرياح عند العرب، تنشر المسك والزعفران وما في الجنة من نعيم وأنواع الطيب في وجوه وأبدان أهل الجنة. الله يبلغنا وإياكم والدينا رب العالمين وذرياتنا. طب لماذا تنشر في وجوه المسك والزعفران؟ لأن الوجه أشرف عضو في الإنسان، وأيضا تنشر على ثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا. لا إله إلا الله. فهنا جمع بين الحسن والجمال للتأكيد لتمام الزينة، حسن صورة وجمال هيئة. فكما أن ريح الشمال تأتي بالغيث في الدنيا، فريح الشمال تأتي أيضا بالنعيم والروائح الذكية الطيبة، وليس في الجنة إلا ذكي طيب لأهل الجنة، فيسعدون بذلك، يرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا. الله أكبر، أكثر مما خرجوا من عند أهليهم من أثر تلك الريح. فيقول لهم أهلوهم نساؤهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيجيبونهم: وانتم كمان ازددتم حسنا وجمالا. قال أهل العلم: يحتمل أن ذلك أيضا بسبب هذه الريح عليهم أيضا. ولابد أن نعلم أن النعيم والجمال متجدد لجميع أهل الجنة. هنا لما قال لك يرجعون أهليهم، المقصود به الزوجات من الآدميات والسراري من الحور العين، وهذا يدلك على أن نعيم الجنة لا يزال في زيادة أبدا، وأن أهل الجنة يزدادون دوما حسنا إلى حسنهم. فيا أيتها المتبرجة ويا أيتها السافرة والتي تخرج لكي تغري الناس بهذا الجمال الزائف، اتق الله في نفسك وفي المسلمين حتى لا تفقدي جمال أهل الجنة ولا تفقدي هذا النعيم. لذلك لابد أن يقرأ مثل هالكتب على أهلنا في البيوت يا شباب، لكي تتأدب النساء والبنات والأولاد، فيتوقفون عن معصية فاطر الأرض والسماوات، ويزدادون استقامة وديانة، ويزدادون تقربا إلى الله عز وجل. فلما يعلم ما أعد الله عز وجل لعباده في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يترفع الإنسان عن السفاسف والصغائر، يترفع المرأة عن التبرج والسفور وإبداء الزينة في غير مظانها وفي غير أماكنها. اللهم تقبل منا ومنكم. نعم، بدأنا في كتاب الإخلاص يوم 2/8/1431. يا سلام، سبحان الله. 22/2/2010، يعني جلسنا في هذا الكتاب قرابة 14 سنة، صحيح؟ نعم. سبحان الله، يا سلام، سبحان الله. الحمد لله. إن شاء الله الأسبوع الجاي نبدأ في ضعيفة الترغيب والترهيب. لا ما حنحتاج حقيقة فضيلتكم ولا عليكم لواء، لأن إحنا نبغى الصحيح فقط، فلا نشتت أذهانكم بالضعيف، لكن إن شاء الله لعلنا نستخير وأيضا ونتشاور في بيننا ما هو الكتاب الذي نجعله نقرأه. سبحان الله، أتوقع أن هذا أطول كتاب نحن جلسنا فيه. سبحان الله، التاريخ مرة ثانية والدنا جزاك الله خير، وسجلوا عندي. ثمانية 22/2/2010. 2010 شهر كم؟ 2.
يوم 22. والله سبحان الله، يعني ما كنت أظن أن احنا يعني الكتاب هذا جلسنا فيه هذه السنوات، الحمد لله رب العالمين، 14 سنة ودخلنا سبحان الله، وكأننا بدأناه بالأمس. والله نذكر ما كأننا لما أخونا عرابي وفضيلتكم أتى بالنسخ ووزعها، سبحان الله العظيم. وهذا يدل لك أن العلم هكذا يا أخوان الكرام، يعني احنا جلسنا فيها احنا 1445 بالضبط 14 سنة وتسعة أشهر، 14 سنة وتسعة أشهر، سبحان الله. الله يتقبل منا ومنكم. وبالأفرنجي وبالجريغوري 15 سنة، احنا 20-24 صح؟ 24 نعم. ايوه 14 سنة وأربعة أشهر، وبالهجري 14 سنة وتسعة أشهر، سبحان الله. الله يطيل أعمارنا وأعماركم على الطاعة والخير، ويتقبل منا ومنكم. وده يعني سبحان الله من أطول الكتب التي نحن، وهو حقيق بذلك. أنا ما أظن أن أحد يعني شرح الترغيب والترهيب كما نحن قد شرحنا على زاوية 4000 حديث رواية ودراية، وتعرضنا لما فيه من اللطائف والفوائد. نسأل الله يوفق الجميع ويحفظ الجميع، جزاكم عنا خير الجزاء. صلى الله عليه وسلم وإياك، والله مقصنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تمن بغيابه جنتك، ومن اليقين ما تؤول به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى أمالنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا واجزهم عنا خير الجزاء، واجز لهم المثوبة والعطاء، اللهم اجعل الثواب مقرا وما تعلمنا وما عملنا يا رب العالمين، وزينة حسناتهم واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم مع النبي والصديقين والشهداء والصالحين. سلام أولئك رفيقا وهم جزيما اللهم جزيم عنا بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم اجعلهم تحت الجنازل والتراب من المطمئنين، ويوم الفزع الأكبر من الآمنين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورهم مشارب رحمتك ومقار عبادك ومنازل غفرانك، انزل عليهم من الروح والريحان، ولقيا رب الراض غير غضبان. اللهم اجعلهم تحت الجنازل والتراب من المطمئنين، ويوم الفزع الأكبر من الآمنين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ثواب ما قرأنا وتعلمنا وعملنا في موازين حسناتهم ورفعة لدرجاتهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، واغفر لنا ما كان من سهو أو نسيان أو سبق لسان يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، أرسل السماء علينا مدرارا
وأمددنا بالخير والبركة والقوة يا رب العالمين، أنت حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل معنا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما ولا معذبا بنار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وزوجاتنا وأصلح المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها نصرا عزيزا مبينا برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم ما سألناك فأعطينا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصت عنه آمالنا وأعمالنا فلا تحرمنا، أنت أهل التقوى أهل المغفرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خير.